بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وكلما زادت الانتصارات وتوالت الأرقام القياسية انطلق الأهلي كالمارد في طريقه، زادت حدة الانتقادات وهستيريا التحول. إنهم يكرهون الجمال. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. هم بالفعل يكرهون الجمال، يكرهون الجمال، يكرهون الاستقرار، يكرهون البناء، ويكرهون التقدم. لأن الحقيقة كل ما حدث في ليلة الثلاثاء في استاد القاهرة الدولي كان ينم على أنه ده فرح كبير منصوب. لأول مرة بعد غيبة طويلة يرجع الأهلي يلعب في استاد القاهرة، وتحمل الأهلي وتحملت الجهات الأمنية مخاطر الرهان على هذا الاختيار. قلنا لحضراتكم وقتها الأهلي كان عنده خيارات، يلعب في استاد السلام ب 15,000 مشجع، أو يلعب في برج العرب كما هي العادة في الفترة الأخيرة ب 40,000 متفرج، أو يواجه منانا الجابوني في مستهل المشوار الأفريقي في استاد القاهرة بس ب 5,000 فقط. اختار الأهلي ال 5,000 لأنه اختار العودة إلى استاد القاهرة بكل ما تعنيه الكلمة يا باشمهندس، من عودة للحياة الطبيعية بكل ملامحها الكاملة. ما عندكوش هو اختيار فكرة؟ اه، وكأن القدر شاء أن يكشف كافة الأمور. أن كلما اقتربنا خطوة شدونا للخلف خطوات. هناك من لا يريد أن تبدو الأمور طبيعية. من يريد حق النادي الأهلي وحق كرة القدم وحق الجماهير. وأول ناس يجب أن يفطنوا إلى هذا وإن كانت لأول مرة الاستنكار جاء حتى في بيان الألتراس. محدش وافق على ما يحدث، ولكن لا يكفي الاستنكار. لا يمكن أن أسمح للمندسين بالتواجد في صفوفي، ها؟ لأن دي فيها مخاطر كثيرة جدا. فيها مخاطر مخاطرها كثيرة. مخاطرها يا أستاذ إبراهيم، معلش هقول عنوان وأنا عارف إنك عايز تأجل التفاصيل. مخاطرها يا عزيزي إبراهيم إنك أنت عندما يحدث هذا الشغب يؤدي إلى إيه؟ أما بسمح بوجود ناس في صفوفي بتخرب وما بقولش عليها بيؤدي إلى أن جناه يفلتون وأبرياء ربما يظلمون. يظلمون لأنك أنت في الآخر مش عارف تحدد في كتلة ظهر في وسطها مشكلة. على ما تتباين من التحقيقات بيكون في ناس اتظلمت لفترة ولو وجيزة. إذا الأمر بإيد مين؟ اللي عارف وما بيقولش. صحيح، ما يبكيش على صاحبه اللي اتظلم. صحيح. عشان كده حلقة النهاردة حتى وإن كنا بدأنا متأخر شوية لظروف بطولة الطائرة، ومبروك فوز أنسات الأهلي واستمرارهم في هذه البطولة وإن شاء الله نحو الفوز باللقب،